السمنة، وكان وزنك قد ايه؟ انا وصلت لوزني 180 كيلو. كنت بعاني من ضغط 140 160. ما كنتش بنزل من البيت خالص. 180 كيلو ويعني وكمان في مرض تاني يعتبر الضغط ده مرض كمان تاني غير مرض السمنه. 160 وكمان كيلو. الضغط كان مسبب لي ورم في رجلي. يعني كانت رجلي حجمها كبير كبير، ويعني كأنها منفوخه كده. وش رجلي، ويعني عارفه يعني كنت متدمره. طيب ده الشكل، وده مثلا المضاعفات اللي سببها مرض السمنه، الضغط الكبير الضغط. وشكلك مش مبسوطه منه ومتضايقه. كنت بتتعاملي مع الموضوع ده ازاي؟ يعني كنت بقى قاعده في البيت حابسه نفسك في البيت، ولا بتتعاملي عادي؟ بتاكلي ازاي؟ كميات ايه؟ كنت باكل بتاكلي كل حاجه، ما خلاص مش فارقه بقى. مش فارقه يعني، خلاص الواحد يائس من حياته اصلا. بتاكلي كل حاجه. ما كانش ضميرك بيأنبك شويه يعني ابطل شويه اكل يمكن اخس شويه ولا لا ليه؟ عشان انا جربت الدايتات قد كده يعني، انا رحت جربت مع دكاتره وكنت اخس مثلا 10 كيلو وخلاص بقى. يعني 10 كيلو دول في قد ايه؟ كتير. في اشهر. الواحد بقى خلاص اتخنق يعني، اتخنق وتحسيهم بقى ان هم مش بيبانوا عليكي ما بيبانوش. يعني. بيقول لك نزل في الميزان 10 كيلو بس مش باينين عليكي. مش باينين. والاكل بتاكلي كل حاجه انت نفسك فيها. طيب سمعتي عن التحويل المصغر او عن دكتور احمد السبكي ازاي؟ عرفتي ان في عمليه فعلا ممكن تنزلك في الوزن الكميه الكبيره قوي دي وترجعي تاكلي كل اللي نفسك فيه؟ كان وزنك 180 كيلو يعني، وصعبه يعني انت داخله بقى اللي هو ايه، انا مش عارفه يعني انا هجرب. وفي ناس كتير قوي بتخوف من اوضه العمليات نفسها، المسمى عمليه دي بيتخوفوا منها. جالك الفكره ازاي؟ والله هو ربنا سبحانه وتعالى بعت لي دكتور احمد. ازاي بقى بعتولك ازاي؟ عايزين نعرف. والله هو في يوم قبل صلاه الفجر انا كنت يائسه اصلا من حياتي يعني، وببكي يعني قاعده بعيط يعني، بقول له يا رب، بدعي ربنا يعني، بقول له يا رب يعني لا تريحني تاخدني، لا تبعت لي حل، لا تشوف لي حل يا رب. فبفتح تلفزيون، اصلا ما بتفرجش تلفزيون، ما بفتحوش خالص. بفتح تلفزيون لقيت دكتور احمد في وشي. وسمعتي كان بيتكلم عن التحويل المصغر، العمليه، وسمعت كلامه يعني عجبني، اقتنعتي بيه؟ اقتنعت، ارتحتي. اخدت الرقم، وتاني يوم الصبح اتصلت واخدت ميعاد ورحت قابلت دكتور احمد، وخلاص قدمت يعني، خلاص تقدمت للعملية. مفيش حد شجعك؟ انت قلتي ربنا هو اللي ألهمك هو الموضوع ربنا ده سبحانه ودعيتي وتعالى. وعيطتي وكان هو في ربنا ساعات استجابة اكيد حتى يعني. يعني حتى يعني اول ما رحت لدكتور احمد قلت له يا دكتور انا ربنا اللي بعتني. طيب هنكمل يا بسمة، بس احنا طبعا شايفين الصورة، بسمة انت دي اللي احنا شايفينها بجد يعني. انا كنت عايزة جدا اشوف الصورة بتاعتك واحنا بندردش قبل الفقرة. 180 كيلو طبعا شايفين وشها اتغير. انا عايزة اقول لك ان انا كنت في الاردن دي، وانا كنت في الاردن كنت بخجل ان انا اقوم حتى من مكاني. كنت مقيمه هناك يعني؟ لا كنت رايحه زياره لقرايبي. وكنت بخجل ان انا اقوم. يعني بتتكسفي بتتحرجي. انت شايفاني قاعده كنت بتكسف. لا ولابسه غوامق على طول ووشك مليان، مش بس الجسم كمان والايد، طبعا فرق شاسع احنا شايفين. واحنا نعرف كمان مفاجاه من دكتور احمد كمان، مش هو ده كمان الوزن اللي احنا هنشوفه ده، لسه بس ما يعني عامله العمليه قريب، ده في وزن تاني هتنزليه. لسه. انت عشان كده بقى ايه، الدكتور قال لي ان شاء الله هتبقي 75، بس انا كنت عايزه اكون 65. انت دلوقتي قد ايه؟ انت كنت 180 طبعا في الصور اللي احنا شفناها، دلوقتي بقيتي قد ايه؟ دلوقتي 95. 95. وفرق كبير. بس ما كان جوزك متضايق من شكلك وكان معترض مثلا؟ لا يعني جوزي. طب لما شافك دلوقتي قال لك عندك حق ان انت عملتي العمليه وجريتي؟ عايزه اقول لك الدكتور ايام الجواب شكر الدكتور. والله احنا كلنا بنشكر دكتور احمد بصراحه والله، يعني في فرق. طبعا. طيب ده فرق في المظهر، احنا شفنا طبعا الصوره وشفناكي زي القمر دلوقتي قاعده. طب النفسيه بقى بس، ما دي مهمه جدا لان كل السيدات الصورة كمان قدامنا على الشاشة. طب يا ريت يا ريت ثبتوها يا جماعة، والله عشان في ناس ما بتصدقش الموضوع ده، فاحنا كل حاجة معانا صوت وصورة. في ناس كتيرة قوي هتقول لك طيب أنا الشكل تمام، أنا اتخلصت من الوزن الزايد وأنا مبسوطة وكل حاجة من شكلي، لكن ممكن جوايا يكون تعبان، أحس إن أنا تعبانة، جسمي نزل كتير في وقت قليل جدا، وجسمي ممكن يكون فقد حاجات أنا مثلا ما كنتش المفروض أفقدها، فأنا حاسة بتعب، خمول، حاسة بحاجة زي دي. لا 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 أنا ما فتق يعني، ما فيش أي حاجة في جسمي اتغيرت. طب بقيتي بتنزلي وبتروحي وبتيجي؟ كنت تقولي لي ما بروحش حتى مناسبات الأفراح بتاعتي، ما فيش أي حاجة دي كنت ما بروحش.
كنتش بتروحي حاجه. اه دلوقتي انا شايفاكي ما شاء الله بقى الميك اب واللينزز بقى ليكي نفس صح، بس ما في نفس كده على الحياه. وعايزه اقول لك اللي كل مثلا كل مره اخرج بطقم شكل بتغيري. انا عايزه اقول لك انا بعد ما وصلت لده اخدت الدولاب بتاعي رميته في البلكونه. والله كل كان كله اسود صح؟ كله عزا رميتي. كله اسود. طيب جوزك دلوقتي يعني شايفك زي القمر طبعا وعايز يشكر دكتور احمد. علاقتك بقرايبك وبجيرانك بابنك طبعا هو موجود معاكي دلوقتي بنحييه، شايفينك ازاي؟ شايفينك صغرتي لان انت صغيره جدا، ممكن اقول سنك ولا 30 سنه يعني يا جماعه. وشفت الصوره انا بصراحه لو كنت شفتك لا هديكي كتير قوي. انا كان بيقولوا لي يا حاجه. يا حاجه صح، حاجه بسمه فعلا. طيب تعاملاتك اتغيرت يعني مع اهلك وقرايبه وقرايب جوزك؟ طبعا. احكي لنا بقى، بس ما احنا عايزين نسمع منك. يعني قرايب جوزي كانوا يقولوا لي كده احنا اكنك رحنا خطبناكي من الاول وجديد انت كده واحده تانية. ما كنتش بقدر اعمل اي حاجه. مامتك عايشه؟ لا متوفيه. والدك؟ انا عايزه اقول لك ان والدي متوفي بنفس السمنه، يعني والدي كان وصل وزنه 200 كيلو وتوفى بضغط وسكر وكبد بعد كده. طب ده كان عامل ايه على حالتك النفسيه بقى؟ أنا كنت عايزه تخلصي وخلاص يعني ولا متعلقه ببابايا بحاجه فظيعه يعني. هو مات من السمنه. من السمنه جابت له الضغط وجابت له امراض تانية فتوفى منها. طيب انت بتقولي عملتي كل انواع الرجيم وجربتي مع كل الدكاتره كله، وكانوا بينزل 10 كيلو بس مش بتحسي بيهم فبترجعي تاكلي تاني فبتزيدي اكتر من الاول تاني. بتعمل زي السفنجه كده اللي هي بتمتص كل حاجه وما بيبانش عليها حاجه. طيب برجع تاني. طيب بسمه، حالتك النفسيه كانت عامله ازاي قبل ما تقدمي على العمليه دي وانت شايفه نفسك كده ووالدك توفى من مرض السمنه ومن مضاعفات مرض السمنه؟ كان حالتك عامله ايه؟ يعني قلت انا هروح اجرب وخلاص، ولا قلتي لا انا واثقه من الدكتور ده وانا عجبني كلامه جدا وكلامه مقنع وانا فهمت ولا يعني داخله بثقه جدا قلت العمليات؟ قصدي ده قرار صعب. لا لا لا، يعني عارفه يعني دكتور احمد اسلوبه يعني بيجنن، يعني عايزه اقول لك يعني مقنع قوي دكتور مقنع احمد. طبعا ونفسيتك بترتاح. لا ده انا عندي كمان يا بسمه